مرحبا، أنا سارة، صحفية وناشطة، أغطي قضايا حقوق الإنسان وقضايا المرأة من جميع أنحاء العالم. يمكن أن تأخذني قصصي وحملاتي إلى أي مكان في الشرق الأوسط، ولكن أحياناً أكون هنا في المنزل مباشرة من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي. بغض النظر عن موقعي، يمكن اختراق معلوماتي أو سرقتها عبر الإنترنت في أي وقت. يمكن أن تؤدي الهجمات الإلكترونية مثل التصيد أو البرامج الضارة إلى اختراق بياناتي، وهذا يعني أن المتسللين الذين يبحثون عن تسرب قد ينتزعون رسائل البريد الإلكتروني ذات المصادر السرية. ولأن حماية معلوماتي مهمة لعملي كقارئة وناشطة، قررت التسجيل في دورات الأمن الخصوصية الرقمية المقدمة من منظمة Advocacy Assembly. ستتعلم من قبل خبراء الأمن الإلكتروني والخصوصية تشفير البيانات وكيفية تجنب الهجمات السبرانية وتحديد الهندسة الاجتماعية. تقدم الدورات فهماً أعمق لحقوق الخصوصية وكيفية عمل تقنيات المراقبة، بالإضافة إلى القوانين المختلفة التي تحمي أو تعيق بياناتك في جميع أنحاء العالم. ما مدى أمان المعلومات التي تجمعها؟ قم بالتسجيل في دورات منظمة Advocacy Assembly اليوم.